الدوامة. محمد أمين فخفيخ، سعيد جدا أنك موجود بحذينا. وأنا زاد أخويا. العودة بعد ذهلي أهم تظاهرة في ميدان اختصاصك. بلغة كرة القدم كينا نحكيه على كأس العالم، بلغة التنس كينا نحكيه على رولان غاروس أو ويمبلدون أو أستراليا المفتوحة، أمريكا المفتوحة، في كامل الأسام نحكيه على مستر أولمبيا. لو تعرفني عليه ليفينمون هذايا وكيف يشاركوا فيه، والمحمد أمين أول تونسي موجود في التظاهرة هذه. أول تونسي والوحيد في أولمبيا 2022. بون كيما حكينا قداش المرة لازم الأتلات يتعدى بمراحل اللي هي مرحلة أماتور ومن بعد احتراف ويقعد يلعب في بطولات محترفة حتى لين يترشح المستر أولمبيا فيغاس. دونك الحمد لله ترشحنا في سنة 2022 ولعبت كأول تونسي وأول مشاركة لي في أولمبيا 22. أول تونسي شارك في أولمبيا 22. به حدث مهم. الدولة مهم. الدولة معاك؟ لا معناه للجامعة متاعك؟ لا شوف لا وزارة الشباب والرياضة لا حتى شيء. لا وكي تقول لي محمد كي تقول لي الجامعة لهنا أنت كأنك تقلل من قيمتي أنا كلاعب محترف، لأن الجامعة سي أماتور. فهمت؟ انا لهنا فماش جامعة للمحترفين معناه؟ لا تحب تحكي وزاره اما جامعه معناه خارج تصنيف تونس. محمد امين اعلى من تصنيف تونس سور كاليفي الحمد لله اعلى من الجامعه اللي عندنا جامعه الهوات. هذه حاجه ما تفرحش حتى تعرف به الوزاره على الاقل. لا ما فهم حد شيء. ما مشيت كيما اي بطوله، مشيت لعبت حضرت على حسابك على حسابي كل شيء وحضرت وحدي ومشيت لعبت وحدي وصار اللي صار خويا غادي. هات نحكي وشنو اللي صار غاديك. اي مشاركه مهمه، حدث مهم جدا يكون موجود في اولمبيا. حلم اي رياضي كيفك ذهل؟ اي واحد في كمال الاجسام يحلم انه يحط ساقيه على مسرح اولمبيا. يعني تحط ساقيك على مسرح اولمبيا في يعني انجاز عظيم عظيم. وهذا كل وصلت مجهوداتك الذاتيه الفرديه. أيوة محمد امين فخفيخ، معناه انا نقول لو الدوله امنت بيك لو دعمت علاش ما نفيقوش نحن نتفكر في ماضي قريب ليس بعيد. اون جابر يعني تقول في يوم من الايام لقيت شكون يامن بيا ولا مستشار قال لي ارجع لي ما تو نكلمك. اليوم انس ما شاء الله عليه تحقق فيها ارقام كبيره كي وصلت وحدها ولا يحب فوالا. امين فخفيخ لو جاء فما دعم وراك ولو جاء فما دوله ممنه باللي تعمل فيها على الاقل كنت نجم نعمل خير بالف مره. خير بالف مره كنت يعني حتى اللي صار كان ينجم ما يصير. شو اللي صار خلي الناس يفهموا فين؟ لا ما همش يعني مثلا به خلينا كيف نحضر البطوله نقعد يعرفوا يعني الناس اللي المستمعين وفيهم يعني المغرمين يعرفوا اللي نحن نحضروا على طول العام مش نلعبوا بطوله نقفوا عليها كنص ساعه هذيك او كساعه. يعني كل شيء مربوط بالبدن، يلزم يكون المخ فارغ متفرغ للرياضة هذه للتحضير، يعني مركز في البريباراسيون الاتليت، وخاصة خاصة خاصة الأيام الأخيرة قبل البطولة. محانية تعذيب الأيام الأخيرة، عذاب كسوة في الريجيم كسوة في الريتم في الانترينمون وجاية أليش المنتال زادة ستريس. هذا نحكي ولاعب عادي لعبت في فيغاس، لاس فيغاس بعيدة على تونس بعيدة برشا، يعني تعرف اللي يعني سفر مثلا نخرج اليوم نخلط حتى بعد غدوة. فهمت؟ كهو قبل البطولة فما بنهارين نعملوا الميزان ريجستريشن، يعني نعملوا الميزان وناخذوا النوامر نتاعنا، نعمل طول وميزان وتحط الكاتيجوري نتاعك وكل شيء. في النهار هذاك اخوي انا ضيعت باسبوري وراقي وضيعت فلوسي وضيعت حياتي الكل. في النهار اللي باش توزن فيه؟ اي نهار وزنت نهار الميزان. اي هو الميزان نتاعنا الثمانية، فانا نهار كامل وانا مشيت نلوج يعني مركز ونلوج وفهمت ضيعت وراقي وكل شيء وبدا لي مرحلة ستريس من غادي. بديت جبت الميزان نتاعي الحمد لله. خذيت ميزانك ودنيا من بعد عندك اوراقك جبت الميزان نتاعي وكل، لكن انا بلاش باسبور وقتها وبلاش اي دي من غير الفلوس لحد شيء ضيعت كل شيء. تعرف اللي نحن توانسه ما عندناش كارتا باش تهز معاك سبيس ودونك ضيعت قعدت غادي. معناها واحد ساعات قبل ما يشارك في اهم في الكومبيتيسيون الحلم في حياته يلقى روحه ضيع اوراقه ومعطياته ضيعت الاوراق الكل ضيعت كل شيء
ضاع كل شيء. ستريس ودنيا. ستريس. شوف محمد يعني باش نجم نلعب بطولة كيف هكاية ولا في حتى في البطولات الكل يعني فما ريجيم يعني نجوع برشا فهمت. انت توا كان نجوع شويه تنسى تليفونك وتخرج ولا تنسى مفتاح كهرباء فهمت. فما بالك عبد يقعد اربع خمسة شهور يعني جوع 24/24 ومسافر وتعب وفول و... ومريض وقتها اذا فما الفيروس هذيا ولا شنو الجريب. اي قلت مشيت مريض انا وقتها وما يلزمنيش ناخذ الادويات وكل وقاومت وكملت اللخر. وطلعت عن الفيديو ذا اللي انت في اولمبيا فما في اولمبيا اللي على ستيج نجم نشوفه. اي جوست نوضح حاجه صغيره اللي نهار الميزان وقت اللي ضيعت وراقي وكل دخلت في ستريس دونك فما حاجه اسمها كورتيزول يطلع في البدن يعمل ريتونسيون دو دونك ضيعت الكاليتي نتاع بدني هذاك علاش كانت الكلاسمون كان متراجع اللي مشيت نلعب عليه الكلاسمون باش نحكيو عليه بعد شويه. هذه الفيديو قاعدين نشوفه ما شاء الله عليك محمد امين فخفاخ. هذه اول تونسي على مسرح اولمبيا. اول تونسي على مسرح اولمبيا أه. المسرح اللي طلعوا عليه ارنولد روني كولمان معناها اللي كنا نشوفوهم يتفرجوا هما وقتها غادي حاضرين هما في بيان سور روني غادي كلهم غادي في الهيف الكل معناها حل حتى ذوكم الذراك كلهم حاضرين كلهم حاضرين كاول تونسي ستار والليجندز في امريكا كلهم حاضرين غادي كي مشيت من هوني توقعاتك باش تكون في اي مكان توب 10 في العشرة ماكسيموم توب 10 يعني في العشرة الاولانيين ماكسيموم توب 10 في مش مشكله مي انا بارك انا معايا كريس اتسيت اللي هو البريباراتور نتاعي قبل بنهارين انا كريس يعني ماخذين انا وياه في نفس الاوتيل مستانسين بالتليفون بعث له تصاور ولا غاديك يشوف فيا ثلاثه مرات في النهار عني عنده في الشامبر وقال لي يو ار اندر توب 10 انت في العشرة الاولانيين ما يجاملش وراه ما يقولش يعني ويعرفوه وكنا نحن ثلاثه ولا اربعه ديزاتليت من دي كاتيجوري مختلفين اولاد كريس معاه في نفس الاوتيل يشوف فينا قال لي انت راك في التوب 10 في التوب 10 معناتها قداش من واحد مشارك نحكي وراه كريس كيف يقول هكا كريس هو اللي خلى جي كاتلر يهز اولمبي اربع مرات يعني مش نحكي على كيف انت جوري يعني عين. هو حياته كل عنده سنين الله 20 سنه وهو في اولمبيا كل عام يصنع في الابطال اه به قداش من واحد مشارك معاك في خفيف 67 67 67 في الكاتيجوري نتاعي يعني. كملت في انا مرتب انت 14 على 67 اه. ممتاز في العالم هي في العالم ممتاز انت تقول اما انا لا انا روحت انا بكيت بكيت بعد النتيجه بكيت برشا اخوي فما حسره فما اي فما حسر على خاطر التعب اللي تعبته والتحضير اللي حضرته وانت تعرف يعني في خاصه تحضير اولمبيا انا باش لعبت السعوديه لعبت في امريكا وما قسيتش ومشيت لعبت في السعوديه وما قسيتش وحضرنا السال دو سبور انا ومحمد صاحبي وتعبنا متنا فهمت وانت كنت حاضر يعني في الافتتاح وما كانتش سهله واحد ريجيم ويحضر وباني وكل وزدت كملت حضرت ومشيت وسافرت صدقني من يعني الاولمبيا حضرت لها باقل امكانيات معناها بعد شوي نحكيو قداش تكلف تحضير اولمبيا وقداش يربحها اتليت كي يشارك في اولمبيا هكا مثلا اليوم الحصيله امين كيقول الغرام هذا يتكلف لي برشا ولا ربحت منه برشا بعد شوي نعرفوا الاجابه نتاعو واذا نحكيو على السينما واش فما عروض جديده وكل بعد احوال الكياسات وراجعين الدوامة. يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم الجزء الأخير من حوارنا لليوم مع ضيفي محمد أمين فخفاخ البطل التونسي الوحيد اللي شارك في أولمبيا مستر أولمبيا في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر تظاهرة لكمال الأسام. رياضة ما هي سهلة حتى تعرف رياضة تتطلب برشا إمكانيات لكن نسمو واللي تبع شوية شأن ذي يقول فيها برشا فلوس زي يقول إنه الواحد كي يشارك في التظاهرة ذي يربح برشا فلوس. أمين البيلون اليوم في السبور هذا خسرت اكثر ولا ربحت اكثر؟ نعرف هو غرام وتعمل فيه عن حب هذيك على عيني وراسي لكن البيلون بتاعك لليوم صرفت اكثر بتبيع صرفت اكثر اي صرفت اكثر اما كيف تصرف خو هراي كيما شركه تنفستي برشا اما فما نهار يجي وترجع الفلوس فهمت ترجع وتربح حسب كل اتليت وكل كل يعني بودي بيلدر ومخه كمية الذكاء اللي عنده وطموحاته وطموحاته يعني الحمد لله أنا موافق بين سبور وبزنس وخدمة فهمت
باش النجم نكمل نحضر كوتش بريفيز هذا اليوم ولا اليوم نعمل كوتشينغ اونلاين كوتشينغ اونلاين نعمل كوتشينغ اونلاين عندنا سال سبور نحضروا فيها لي زاتليت وعندنا يعني السلام تاعك اللي يميزها البقية ذا هل ينجموا يترانيو فيها كمال لسام يترانيو فيها المحترفين ويترانيو فيها ديبيوتون يترانيو فيها نساء يترانيو فيها رجال عندنا الماتريال الكافي الشامل الكامل مواصفات عالمية مواصفات عالمية ومحترفة باش أي حد يدخل ينجم يلقى الريزولتا اللي يحب عليها خاطر اليوم نحكيه يعني تدخل سال دو سبور لازم ريزولتا يا اخي هو كيف باش يجي يعمل ابونمون الابونمون نتاعو فما 3 شهور 6 شهور عام هو شنو عنده اوبجيكتيف صح حياتي كي يعمل عام لازم في عام يلقى ريزولتا 3 شهور لازم يلقى نجم ننقذ الموسم الصيفي انا نخلط ننقذ الموسم تخلط ما دام القلب حي تخلط فما امكانيه نخلط ممتاز باهي خرق العاده نحكيو على مستر اولمبيا معناها الظروف يتحط فيها ساعات اللعب اللي هي صعيبه ياسر تقول لي ليله الشو ولا ليله العرض تضيع اوراقك الكل المعطيات انا كان عندي سؤال اخر هوني ونعرف علاقتك بالوالد ربي يرحمه وقديش في مخك ديما حاضر معك خاصة في ليزيفينمون هذوما الحلم العالمي ليفينمون الأهم ذا اللي في حياتك الليلة هذيك قبل ما تطلع حكيت مع أبوك بينك وبين روحك قلت له ديما في مخي ديما نحكي وديما ونحلم وديما وبرشا حاجات شوف كي تبدا عندك بطوله وخاصه هي ماهيش بطوله برك هذه بالنسبه لي هي كانت بطوله حلمه فهمت حتى الوقت اللي ترشحت لها باقي مانيش مصدق فهمت كيفاش يعني باقي يا اخي يعني للي باش نسافر وقصيد تذكره وكل وانا نقول زعما باش نحط سقيه على اولمبيا فهمت يعني بالحق ماهيش حتى داخل في الاكسبو نشوف الفلوتيل غاديكا ونشوف الستيج خويا هبط له انا قعدت يعني الاوتيل اللي فيه البطوله بجنبه انا تقريبا 4 أو 5 أيام 3 أيام الاخرين كل يوم نمشي نشوف ستيج تمشي تثبت يا ولدي يلعب وفارغ فيها ماتور وفيه يلعبوا معناتها فما الاماتور وفارغ ويلعبوا وانا نمشي نطل نشوف كيفاش الضوء كيفاش هذايا فهمت يعني بالحق هي راهي حلمه راهو كي تمشي اول مره خاطر فما ناس انت تبدا ترى يعني ريت اللي نشوفه فيهم في لي سال دو سبور في البوستيريت وكل صحيح تراهم يعني ملي من هذوكم نتاع التسعينات بالضبط التو تراهم هما بيدهم اللي ولا راجل كبير واللي ولا هكا تعب شوي واللي مازال اتليت واللي طلع ولده مثلا فما ولده تو ولا يلعب في اولمبيا يجي مع ولده واللي ولا بريباراتور يعني غادي عالم كامل حياتك غادي تلقاه عالم كامل تشوف اللي كنت مغروم به واللي نسيته وتغرمت بحد اخر واللي تبعته واللي غرمك واللي فهمت تقول لي 14 مرت على 67 روحت بكيت اي ما روحت بكيت بكيت غادي بكيت غادي كيت غادي والله كان معاك العالم ولا حاجه مين كان معايا اخويا زولي مع الاوراق انا زولي ساكوش وسكادو فيها كل شيء والله هزولي وزولي كتاب قران زيد ان شاء الله يطيح فيه اخويا هزت لك الدنيا الكل والله كل شيء والله اش عملت كلمت شي سفاره نتاعي انا اللي... به بكل صدق شوف وقت اللي انا قبل ما نمشي بشهر كنت عديت مع هادي زعيم في برنامجه فكرة سامي وكل شيء فما يا خوي انا قاعد بعد بنهارين ثلاثة دخلت هكا على الميسنجر نشوف نلقى فما ميساج جاني يعني تقول لي بون كوراج وكذا وتموتيفي فيا كل ويرحم والديها ويعطيها الصحة على الميساج هذاك واللفتة بالحق اللي هي شكون؟ اللي هي نحب نوجه لها تحية كبيرة برشا مدام حنان تاجوري بساسي اللي هي سفيرة تونس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أيوة. بعثت لي هي مساج وقعدت نحكي وياها قعدت على اتصال على أساس باش نجي غاديكا نتقابلوا كل لكن كان السيد الرئيس انتقل مشى لأمريكا في الوقت ذاك كان عندهم القمة العربية القمة الإفريقية الأمريكية وهذيك في دي سي في واشنطن وبعيدة على فيغاس 8 سوايع دونك هي ما نجمتش أما الحقيقة وقت اللي ضيعت أوراقي كلمتها هي وهي قدت لي في 24 ساعة يرحم والديها اللي سي باسي باش نجم نروح بيه اللي صارت لك به ترفة كي جيت خارج من الحدود الأمريكية اي خويا قالوا لك ليه؟ قالوا لي ليه خويا هذا شنو مكتوب بستيل ولدي قلت لهم هذا وثيقة رسمية لازمني نروح قال لي كيفاش؟ قلت له تحبني نقعد يا ولدي انت نورمالمون تطرد لعبة امريكا عباد تحب تجي تحرق يا ولدي خليني نمشي نروح روحي فهمت؟ خل نخرج خليني ماشي اي ما خلونيش من بعد مشى فما شكون
قراءة وحاسيلو قعدوا إجراءات تعطلت تعطلت برشا برشا حتى مش روحت قعدت 4 أيام في الثنين مش روحت من مطار المطار وفلتوا لي ديفول وعملوا فيا خويا بريتها ما تقول لي أمريكا اللحم ينمل أنا معناها معاناة الرحلة كان والله معاناة والله معاناة وتعبت برشا أما ما فما شيء شي بالساهل مع الحل مظهر يعني يعني مدام حنان نحب الحق ما تلفت لي حد انا من الدوله ومن حتى حد هي الوحيده وراهي من قبل هذيا قلت لك بعثت لي مساج تشجع فيا وقعدت تكلم في يعني تعرف 24 على 24 حتى لين وصلت لدارنا حتى لين روحت لدارنا فهمت وهي تكلم فيا ان شاء الله ربي يبارك لها ترمي تعاود تشارك تعاود تشارك في اولمبيا كان سالتني سؤال هذا قبل وانا جاي في الثنيه نقول لك لا مش لهنا وانا مروح من امريكا نقول لك وفيه كل شيء اما لا باذن الله 2024 خاطر كي ضيعت الباسبور انت تعرف في تونس ضيعت الباسبور مش في تونس دونك فيه اجراءات وفي كل ياخذ برشا وقت وباش نعاود نرجع الفيزا نتاعي امريكا تاخذ برشا وقت زاده دونك عام سنه مش باش نجم نخلط باش باش تتفرغ شويه لامورك الخاصه باش لا نخدم ونقعد نصلح في, نقعد نصلح من في بدني انا يعني نطور من بدني انا باش نعمل 2024 باذن الله صنفات نعاود نطلع في اولمبيا لثاني مره وباذن الله نجيب اللي نحب عليه واضح ان شاء الله يا ربي تكون من المتوجين اخر الله. اخر نقطه رسالتك لكل انسان ما امنش بيك في يوم الايام من فخفيخ رسالتي لكل واحد ما امنش بيك نحب نقول له خويا يرحم والديك على قد ما امنتش على قد ما تقويت واليوم تتفرج ونحب يا خويا نقول له ان شاء الله ان شاء الله تكون عنده هو حلمه ويعني يحس باللي حسيت وانا كيف هو ما يامنش بيا ما هي اقوى حاجه انك تمن بروحك تمن بروحك تحب تنجح في حاجه لازم تكون تمن يا بالفكره اللي عندك يا بالمشروع اللي عندك يا بالحلم اللي عندك اذا تمن بروحك يمنوا بيك العباد من بعد صح يعني فيش كلام والخدمه وكما نقول ديما الدوام ينقبر خام وان شاء الله الدوله هذه تتلفت للرياضه هذه اللي اليوم عندنا فيها برشا ناس مغرمه برشا ناس مغرومين برشا ناس قاعده تعطي في وقتها وحياتها وبدنها للسبور هذايا ما نحكيش حتى على الفلوس نحكي على البدن راهو السبور يتعب ياسر مضر وقد ما نافع يمكن عكس الرياضات الاخرين الكل صدقني ما عندهم حتى فكره توا قداش الناس مغرومين بالرياضه هذه كمال الاجسام والفيتنس قداش الناس مغرومين بها راهو بصفه غريبه راهو ان شاء الله الدوله تلفت لها وان شاء الله امين نلقاك في اعلى المستويات ان شاء الله ان شاء الله تجيب حذايا وانت على بوديوم اولمبيا ان شاء الله ديما ناجح ديما موفق صديقي في السينما ان شاء الله نشوفك زاده في تجارب اخرى يا خويا ان شاء الله السينما هي تجربه خفيفه وليت محلاها الناس كل يبارتاجي يبعثوا لي على انستغرام على السوشيال ميديا خويا علاش لا حاجه باهي حاجه نحبها انا قرايتي سينما انا ولد سينما انا قريت سينما انا يعني ايوه برودوي فيزويل وعامل ايماج بريز دو فيو كادر عملتهم الكل زميل مش بعيد برشا امين فخفيخ زميل خويا فهمت كل النجاح والتوفيق صديقي تحيه لكم مستمعينا وتحيه الكامل الفريق العام نتقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده من الدوامه بلوس باي باي ويا مرحبا الدوامة